كمل. الكلى المريضه افضل من الكلى المزروعه، دي قنبله. خلي بالك معايا بقى، الكلى الجديده اللي انا زرعتها لك، انا بدي لك ايمينو سابريسيف دراجز، انا بدي لك ادويه كتير، ادويه كتير ليه يا دكتور؟ ماي فورتك ومش عارف ايه وكورتيزون و ليه؟ عشان الجسم ما يطردهاش. طب الادويه المثبطه للمناعه دي هتضرني؟ طبعا لو جه عدى عليك ميكروب كده هيبهدلك، لان انت واخد ايمينو سابريسيف، ايمينو سابريسيف عشان الجسم ما يرفضش الجسم الجديد وما يطلعلوش انتي بادي. طيب عمر الكلى المزروعه قد ايه؟ طيب الكلى المزروعه عمرها قد ايه؟ من 3 ل 5 سنين. عندنا ناس زرعوا بقالهم 10 سنين ربنا يبارك لهم، بس احنا ده العمر الموجود الان من 3 ل 5 سنين. في ناس زرعوا بقالها 10 سنين ربنا يوفقها، بس بعد شويه الكليه بتحصل لها ايه؟ فشل كلوي، ولازم يغسل تاني ويزرع تاني. يعني انا لو قلت ان اقصى مده 10 سنين عيل زرعنا له كليه مثلا عنده 20 سنه، هنزرع له كليه تانية وهو سن 30، نزرع له كليه ثالثه وهو سن 40، ها والكليه الرابعه، ينفع كده؟ طيب الكلية وعدم التوافق وطرد الجسم وراها رغم كل التحاليل، هل ممكن الجسم بعد ما عملت تحاليل وتوافق انسجة ها وكومباتبل ومش عارف ايه بعد كده يرفضها الجسم؟ اه بيرفضها الجسم. طيب ايه كمان؟ زرع كلية شخص بالغ في بطن طفل صغير، في جريمة بيعملها الدكاترة ربنا يسامحه، يجيب كلية راجل كبير 10 سنتي ويزرعها ببطن عيل صغير بطنه كلها ما تكملش، مش عايز اقولك 7-8 سنتي، فبيغرس الكلية يزرعها كده في بطن الولد، فبتروح موقفه له كل حاجه، بقى هتوقف له ايه؟ كل الانسجه اللي في الجسم، مش عايز اقول لك بتوقف له القولون والمعده والكبد وكل حاجه. بتعمل كده ليه؟ وممكن الطفل يموت اخر النهار. يعني انا شفت اطفال والله العظيم الكليه اتزرعت الصبح والعيل مات اخر النهار. ليه يا عم؟ يا عم حرام عليك، اي واحد ما يفهمش في الطب ما عندوش مخ خالص ها هيعرف ان الكليه دي ما ينفعش تيجي في العيل الصغير ده، وضحك. لكن بقى احنا عايزين نشتغل يا جدعان، فما ينفعش. نعم يا حبيب قلبي، ليه اغير طفل بطفل؟ ما انا ادي الطفل فرصه ان هو مع الايام يكبر وينمو. يعني معانا اطفال كتير جدا جدا الكرياتين عالي وبولين عالي، محافظين عليهم بحاجات بسيطه جدا جدا، بتجدد الخلايا لغايه ما يبلغ، لما يبلغ باذن الله تعالى كليه الصلاح، ده فضل من ربنا، ما صلحتش وهو وصل للنمو بتاعه يبقى انقله اللي انت عاوزه. لكن انت هو صغير كده بتعذبه ليه؟ بقول لك والله العظيم، والله العظيم بينقله للطفل وهو صغير اخر الليل يكون مات، تاني يوم مات. انت بتعمل كده ليه؟ انت موتت كل الاجهزه. لا انا لا امانع نقل الكلى، في بعض الناس الكلى اتدمرت خالص، يعني اللي انا عايز اقوله بس في ناس الكلى اتدمرت خالص، وانا احلمنا عم لكن المستقبل زي ما اوريكم الافلام دلوقتي، المستقبل بتاع الاجهزه الجديده هتوفر لنا زرع الكلى والغسيل الكلى، وهنشوف الافلام دي دلوقتي ان شاء الله. طيب الزرع عدة مرات، ما هو عمر الكلية المزروعة؟ احنا قلنا عمر الكلية المزروعة ما يزيدش عن من 5-10 سنين، ده في اعظم البلاد العالم. خدت بالك؟ ما فيش واحد زرع كلية فوريفر، يعني ما فيش كلية فوريفر، بس هو بيزرع لك الكلية عمره هيقول الكلام ده، لكن انت تكشفها من اللي زرعه قبل كده، من اللي جايين العيادة كل يوم. ايوه يا فندم، بعد ما زرع ب10 سنين خلاص البولينة والكرياتين زادوا تاني، فبيدور على حد. المصيبة يا ابني ان احنا لما بنزرع لاي حد ما بنعلموش ما الذي يدمر الكلى وما الذي يعيد الكلى، ما عندناش ده والله العظيم. انا اعرف ما الذي يدمر الكلى وما الذي يعيد الكلى، اللوحتين دول لازم يتعلقوا في كل بيت في كل مستشفى، ما نعرفهمش لا المريض ولا الدكتور. ما الذي يدمر الكلى؟ ما نعرفش. ما الذي يعيد الكلى؟ ما نعرفش. احنا مادينا اهو ما الذي يدمر الكلى 18 سبب، ما الذي يعيد تكوين الكلى 24 سبب، انت ما تعرفش عنهم اي حاجه. امال احنا نعمل ايه؟ احنا نقول للدكتور الكليه فشلت، الكرياتين 6-7، يبقى قدامك حلين، يا تغسل يا تزرع. بس لا، الزراعه مش حل نهائي. ما انا قلت لك الحل، انت انا زرعت بعد 10 سنين بعمل زرعه ثاني، بس في قاعده احفظها، احفظها مني. الجسم الذي لا يحافظ على كليتيه لن يحافظ على اي كليه اخرى. خلي بالك معايا، يعني الراجل اللي كل شويه يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق ده مش هيستقر مع واحده ثاني، ده في عيب. انت دلوقتي ربنا ادالك كليتين، والانسان ممكن يعيش بربع كليه، والله العظيم بربع بسدس كليه، يعني الكليه مش شغاله، جرام في التشريح بتاع 20% 25% شغاله وتعيش. والله انت بتعيش بربع كليه مش بكليتين. امال ربنا حط ده كله ليه؟ عشان يدي لك فرصه، دي تعبانه دي تشيلها، وبعد شويه دي تعبت دي تشيلها، وبعدين شويه دي تعبت دي، وهكذا. زي الرجلين، رجلي وجعاني بركز على واحده، ربنا خففها بركز على، فهمتوا؟ فهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان انت تحافظ على كليتين بتوعك
عندنا 10 حاجات ترجع الكلى سليمه، حافظ عليها. ما الذي يعيد تكوين الكلى؟ لازم تسال نفسك، لازم تسال الدكتور. في 20 سبب يرجعوا الكلى سليمه. لا انا مش عاوز ارجع الكلى سليمه، انا عايز اقطع واشيل واحط. طيب نرجع للموضوع المهم اللي هو ايه، متى تضطر او متى نضطر الى عمليه ازاله الكلى الاصليه. دلوقتي عندنا مشكله كبيره جدا اللي هي ايه، اللي هي ان في بعض الناس يروح عند دكتور فيعمل له سونار او يعمل له مسح زري فيقول له والله ده في كلى شغاله محترمه وفي كلى صغيره شويه. طب نعمل ايه يا دكتور؟ احنا عايزين نشيل الكلى الصغيره دي خلاص. ويجي لي مرضى العياده، لا لازم اشيلها. طيب هي مورمه؟ لا. ملتهبه بتطلع صديد؟ لا. طب هي بتوجعك وعامله الم؟ لا. عامله بريشر سيمتوم ضغط؟ لا. طب هتشيلها ليه؟ الدكتور قال لي. يا عم انت حرام عليك، ده انت عشان تفتح وتشيل كلى ده مصيبه. ده هنشوف دلوقتي ان الوزاره هنا، وزاره الصحه في مصر، منزله توجيهات بتقليل الولاده القيصريه. ليه؟ لان الولاده القيصريه فيها توابع. هقرا لكم الخبر. الولاده القيصريه في مصر لها توابع كثيره جدا. ليه؟ بتعرض الام والطفل الى استئصال رحم واصابه المشيمه ونزيف في الولاده الهائل، بالاضافه للمضاعفات التي تتعرض لها الولد من جراثيم معويه وسمنه وحساسيه وتوحد ومرض سكر وامراض مناعه. ولذلك وزاره الصحه المصريه تهيب بالاطباء بمساواه اتعاب الاطباء والطواقم الطبيه عن الولاده الطبيعيه بمثلها عن الولاده القيصريه. يعني عشان انت بتعمل الولاده القيصريه ليه؟ عشان اخد فلوس كتير. طب انا هديك فلوس الولاده الطبيعيه زي فلوس الولاده القيصريه، بس اصبر على الست لما تولد. وتهيب الوزاره بانه الاتعاب الاطباء والطواقم الطبيه عن الولادات الطبيعيه تتساوى مع الولادات القيصريه، وتخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق اعلى معدلات الولاده الطبيعيه. هيعملوا للدكاتره اللي بتولد ولاده طبيعيه يعملوا لهم حافز خاص. وايه كمان؟ ووضع التشريعات التي تضمن حق الطبيب والقابله وممرضه تطبيق الولادات الطبيعيه اثناء حدوث اثار جانبيه بسيطه، وذلك بتدريب تدريبات كثيره ودورات دورية للفرق الطبية أثناء الخدمة. نعلم السيدات أن الولادة الطبيعية أفضل من الولادة القيصرية. النهاردة ده كلام أهرام الجمعة 9/9. الحكومة والصحة تعطي توجيهات بتقليل الولادات القيصرية. هل تصدق هذا؟ ليه؟ لأننا عندنا كله افتح، الست راح افتح. حرام عليكم، شوهتوها. وبعد ما تشوهوها الولادة القيصرية الأولى مثلا ب5000، الولادة القيصرية الثانية ب10000، الولادة القيصرية الثالثة ب20000، لأن يعني كله لزق في بعض. التصاقات ما بعد الجراحة والمشيمة لزقت في الحالف لزق في. يبقى متى نضطر؟ في بقى تحذير من العمليات المرتدة. ليه العمليات المرتدة يا جماعة؟ في ناس بتعشق العمليات. اه والله العظيم. زي ايه؟ زي اللي بيقولك لا انا لازم اشيل الكلى. طب هي مورمة؟ لا. عاملة صديد؟ لا. الدكتور قال لي. يا عم قالك ايه؟ اصل هي بيقول لي ممكن تعي الكلى التانية. يا عم حرام عليك انت والدكتور، احنا ما بنفتحش الا اذا كانت فيها ورم، صديد، بتسخن، بتعمل اعراض. انما عضو ربنا خلقه بتشيله ليه؟ واحده صغيره واحده كبيره، ايه المشكله؟ ازاي واحد جاي يشتكي لي انا عندي خصه كبيره وخصه صغيره؟ والله العظيم ربنا عامل كده، خصه كبيره وخصه صغيره، هو اللي عاملهم كده.